الست المتفوقة النكهة. أنا جيت عشان كده بس. يا جماعة أنا بولد حد يجي يلحقني أنا في المستشفى. لما هتساعدي الناس ربنا هيكرمك أضعاف. قول أعوذ برب الفلك. ليه كده بس؟ أنت قلتي ما شاء الله في الأول. ده لازم أشكر الأستاذة الجميلة نادين خان لأن هي اللي رشحتني للدور. مبسوطة جدا بتواجدي في إيفنت كبير زي ده وإن هم بيدعموا الست المتفوقة النكهة. أنا جيت عشان كده بس. أنا بدعم المرأة بطريقتي من على السوشيال ميديا. الستات المجتهدة اللي بتحب تشتغل على نفسها سواء بقى ديزاينر سواء مذيعة سواء ممثلة أي حد. صدقيني أي حد لما بيطلب مني إن أنا أدعمه بالذات لما بكون ست بدعمها من كل قلبي لأنه بحس إن هي عايزة تعمل حاجة وإن فكرة إن أنت تخشي على حد وتقولي له من فضلك ساعدني فده في حد ذاته اجتهاد فمش عيب إن وبتمنى إن كل الناس تساعد يعني نفسي كل الناس تساعد من قلبها مش هيقلل حاجة من رزقك لما هتساعدي الناس ربنا هيكرمك أضعاف. ست جميلة ست رائعة والله كتر ألف خيرهم الستات يعني احنا بنتعب قوي صدقيني والله وطبعا مع احترامي الكبير للراجل اللي هم كمان بيتعبوا بس احنا الستات بنعمل حاجات كتير قوي يعني ربنا يقدرنا عليها بالذات لما بتكوني مخلفة ووالدة وعندك بيبي وعندك عيال والحاجات دي كلها بتزنقنيش لك بالأسئلة الصعبة دي لا سترونج اندبندنت دي تاني لا انا محتاجه حد يبقى حواليا في حياتي يساعدني انا عايزه حد يبقى موجود في حياتي مش بيبقى دعم مادي على قد ما هو دعم نفسي ومعنوي حد يبقى موجود في حياتك بيحبك وبيدعمك دي حاجه جميله لكن فكره ان انت تبقي بتولك لوحدك دي كنت انا زمان واخده الفكره دي ان انا سترونج اندبندنت لكن لا هي مش حاجه حلوه خالص. جولي قبل ما تبقى مامي ما كانتش كنتش مركزه كنت كل تركيزي ان انا عايزه اكبر وعايزه اشتغل وعايزه اروح وعايزه اسافر وعايزه اتنطط مش عارفه اعمل ايه. جوري بقى بعد مامي جوري مامي لا بقيت اهدى اكتر بقيت مركزه اكتر بقى عندي اولويات بقى عندي مسؤوليه قدام ربنا هتحاسب عليها في يوم من الايام فبقى صعب ان انت تغلطي ولما بغلط بعاتب نفسي بقعد اعيط اللي هو يعني ببقى مش عارفه اتصرف اعمل ايه. اكيد كل ام في الدنيا بتبقى عايزه تعمل لاولادها احسن حاجه في الدنيا فربنا يقدرني ويقدركم يا ستاتي حلوين يا مامي هات يا حلوين. كان اكشن رهيب صدقيني هو الموضوع كله انا عارفه اللي هو اتخدت في دوكا عارفه انت اتخدتي في دوكا دي اللي هو رحت ولدت لوحدي وبتكلم على سرير العمليات. يا جماعه انا بولد حد يجي يلحقني انا في المستشفى كتبت على السوشيال ميديا لان ما كنتش معادي اللي كان المفروض هولد فيه ما زبطش ولدت قبل معادي بعشر ايام فروحت ولدت وبقى معايا البامبينو بتاعي في ايدي وكنت اللي هو ايه ده بجد ده ابني فما بتبقيش عندك قلب بقى خلاص ان انت تديه لاي حد يروح بيه في اي حته فاخدته تاني يوم ورحت عم قول اعوذ برب الفلك. ليه كده بس؟ انت قلتي ما شاء الله في الاول. يعني بصي هو انا محتاجه اخس اكتر من كده بس يعني بحاول ان انا اكل كويس وبحاول لو عندي وقت اروح الجيم اتمرن. يا رب تقلب الدنيا زي السنه اللي فاتت ويجعل في وشنا القبول يا رب. لا خالص لا وديت بقى خلاص باي باي حبيبه قلبي يعني كنتي جميله وضيفه جميله وان شاء الله تشوفوا سناء في رمضان اللي جاي. كواليس جميله الفريق العمل كله من الاكبر واحد لاصغر واحد ناس جميله جدا ناس محترمه مبسوطه ان انا بتعاون معاهم واول انتاج لشركه المتحدة مع نجوم جديدة عصام وأحمد داش الأستاذة صابرين بسمة ياسمين الأساتذة اللي معايا مش عايز أنسى أساميهم فأنا أسفة إن أنا نسيت مبسوطة جدا الكواليس حلوة قوي. جوري نورتيني وبتمنى لك يا رب النجاح. ده لازم أشكر الأستاذة الجميلة نادين خان لأن هي اللي رشحتني للدور المخرجة الجميلة أشكرك ماشي ثانك يو.